السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك في القناة علشان يجيك كل شيء جديد في القناة، وتتابع قناتنا وإن شاء الله تستفيد منها. طبعا اليوم معنا، اليوم زي ما انتم شايفين، سيارة كثير من الأخوان طلبوها والحمد لله توفرت، شفرليت كابرس 2016 LS، طبعا ستاندر. بنتكلم عن مواصفات السيارة بشكل سريع ومختصر. الحمد لله توفرت السيارة وكثير من الأخوة طلبوها. ناخذ جولة سريعة على السيارة من الخارج. طبعا بشركم أخوان الكرام، دشنا حسابنا على، طبعا دشنا تطبيقنا على الاي او اس على الأبل. الرابط موجود تحت، اللي حاب ينزله ينزله، وبرضو الاندرويد اللي حاب ينزله موجود الرابط حقه في الاسفل. نبي نتكلم عن البرنامج بعد شوي ان شاء الله وحنا جوا السيارة. طبعا سيارة طويلة، ما اقدر اجيب الجنب كامل الا مايل. سعر السيارة في حدود 126,000 ريال تقريبا. مواصفات السيارة، نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. المحرك 6000 سي سي 8 سلندر V8، طبعا جير اوتوماتيك من 6 سرعات تبترونيك. بالنسبة لنظام الدفع فهو دفع خلفي. مواصفات الخارجية ما فيها اي مواصفات من الخارج، ما عدا ان الجنط 18 انش الومنيوم. طبعا المراية ملونة، مقابضة ملونة، عندكم اشارات المراية في الافر، اشارات في الرفارف. طبعا نجي باقتصاد الوقود، شفرليت ما هي واضحة، طبعا شفرليت كابرس LS 9.9 كيلو تقريبا في كل لتر بنزين. يعني تعبي لتر، اللتر واحد يمشيك المفروض تقريبا 10 كيلو إلا 100 متر، تقريبا نفس معدل الاف جي كروزر. ننتقل إلى داخل السيارة. طبعا السيارة زي ما انتم شايفين اخوان الكرام، هذا ريموتها. طبعا في خصائص الإغلاق، الفتح، تشغيل عن بعد، عندكم فتح الشنطة، جهاز الإنذار. بسم الله. وهذه دخلنا جوا السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، شغل لكم الإضاءة الداخلية. طبعا زي ما قلنا لكم، السيارة ريموت، عندكم سيارة زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، عندكم السنتر لوك من هنا زي ما انتم شايفين، عندكم التحكم في تطفي النور خارج او تولع من هنا، عندكم التحكم في الاضاءه العدادات هذه الداخليه. طبعا ما راح تولع معنا الا اذا ولعنا النور، ما راح توضح معنا زي ما انتم شايفين. عموما ننتقل الى السياره. عندكم مثبت السرعه موجود هنا، تحكم بالنظام الصوتي مع البلوتوث موجود هنا، عندكم السيارة فيها العداد الرحلات موجود هنا، عندكم طبلون السيارة 260 كيلو. طبعا الحرارة، البنزين من هنا. في كثير ناس يطقطقون ليش، ترى معروف كذا، لكن عموما عشان تستفيدون بالأول والأخير. طبعا هنا شاشة معلومات فقط بدون كاميرا، بدون نافيجيشن، يعني فيها الراديو وفيها يعني أشياء صغيرة يسمونها، يعني ما شاشة معلومات بالأول والأخير. طبعا من الوكالة، فيها الظاهر ماي لينك أو حاجة زي كذا، تقدر تربط فيها الجوال، يعطيك معلومات الجوال هنا أفضل. عندكم طبعا مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب. هذا طبعا الجير أوتوماتيك من 6 سرعات. عندكم الجلنط كهربائي زي ما انتم شايفين، طبعا ما هو بهولد، أوتو هولد لا، عادي. عندكم تراكشن موجود هنا. طبعا هذا السنتر لوك الجانبي، يعني بالأمانة ما في فرق عن 2007 إلا الداخلية فقط، طبلون والأبواب هذا اللي حسب ما أشوفه، لكن حتى المراتب الظاهر تشبهها، ما في أي فروقات أبدا. عندكم المراية شكلها جميل شوي. عندكم هنا برضو شمسات، طبعا ما قدرنا نفتحها للأسف. هذه هي حلوة، لكن برضو ما فيها إنارة للأسف. هذه الشماسة الثانية نشوف فيها إنارة ولا لا، برضو للأسف ما في إنارة. عندكم الإنارة سقف، لمبة واحدة موجودة فقط طبعا، والخلفية ما في مثلا زي التويوتا 3 لمبات بالعادة. هذه حاملة النظارة موجودة، حاملة النظارة. عندكم حاملة الأكواب برضو هنا موجودة.
السيارة طبعا مراتب يدوية ما هي بكهربائية. سعر السيارة في حدود 126,000 ريال، طبعا كله يختلف، في ناس يبيعون 145، في ناس يبيعون 140، عندنا سعرها 126,000 ريال. السيارة واردة الكويت وليست واردة السعودية للمعلومية. برضو لاحظت فيها حاجة غريبة نوعا ما، ان يوم تولع الفليشر لو تلاحظون هذا برضو يطفي ويولع معها، يعني لاحظت انه يطفي ويولع حاجة خفيفة، يمكن ما يبين معكم لكن حاجة غريبة نوعا ما. طبعا السيارة فيها فتحات تكييف خلفية موجود. اللي يميز السيارة اخوان الكرام انها بس فقط العزم حق السيارة ممتاز جدا، على قولتهم شفر بطر، لكن بعد سنتين افتح كبوت السيارة ودور لك ورشة وابطر مع الورش على كيف كيفك. هذه من باب الامانة اقولها في السيارة هذه. سيارة عزمها جبار، غيرها جبار، لكن سيارة ما هي جبارة في الاستخدام ولا هي جبارة ابد في قطع الغيار انها تعيش وتكرف. سيارة عمرها الافتراضي مع الرجل المحافظة شايب عمره 70 سنة، يمشي عليها 60، اتوقع بتعيش معها 5 سنوات لا اكثر، بعد انت بتبدأ تطلب السيارة هذه. لكن مع الشباب ما راح تعيش معك سنتين بالكثير، ما راح للامانه ما راح تعيش معك، لا تحسب ان السياره بتكرف معك، بس اللهم خلال السنتين هذه بتسوي بطر انت شوي مع نفسك وجوك يكون بطر بالدعس والفركات والمقاومات. لكن مع سهر اتوقع ما راح تستفيد من السياره هذه تماما، سعر مبالغ فيه جدا، سياره ما هي عمليه للامانه، ما هي عمليه مثلا بالمقارنه بخواتها تنافس مين هذه السياره حاليا. لكن في السوق ما في سياره نفس الفئه هذه بدفع خلفي ابدا، لكن بالسعر بتلقى جينيسيس، لكن ما هي من نفس الفئه، الجينيسيس فئه افخم بكثير من النوع هذه، والسعر نفس الشيء تقريبا، تاخذ مواصفات افخم بحدود ال 122 123، جلسه صح 6 سلندر لكن هي دفع خلفي، لكن فخامة وصيانة 5 سنوات صيانة مجانية وعداد كيلومتر مفتوح، تدلع بالجينيسيس أكثر من هنا. هنا فقط تدلع أول سنتين بالمحرك والجير، بعدها السيارة بتكون بنت ورش للأمانة. زي ما قلنا لكم السيارة أنا صراحة للأمانة عبد الرحمن، إذا قال سأل عبد الرحمن تفضل الكابرس، أقول السيارة هذه أنا ما أشتريها بريالين صراحة للأمانة. صح موجودة في المعرض لكن موجودة من باب الرزق فقط لا غير، من باب الاستخدام. مو مستعد اني اضحي بنفسي يوم الايام واكون ماشي في الطريق واروح والبق على الجنب عشان حرارتها ارتفعت وعشان والله الدين مطفى الكهرب خربت. للامانة صح سيارة حلوة شكلها جميل وجذاب، لكن ما هي بسيارة كفو انها تشتغل في جونا، ما هي بكفو انها تكرف في جونا ابدا. من واقع تجربه من السيارات هذه كثير من الشباب استخدموها وكثير من الناس اللي اعرف لهم خاصه اللومينا برضو نفس الموال، سياره ما حافظت عليها ما راح تعيش معك اكثر من سنتين للامانه. مو بكلامي، كلام الاخوان اللي جربوها، كلام الناس كلهم. قبل لا تشتري فكر وين تدفع فلوسك، فكر ليش تبي تدفع فلوسك، فكر وش الفائده من السياره هذه. عموما حشيت في السيارة كثير صراحة، أنا أسف إذا في واحد يقول لا والله عاشت معي 10 سنين، أنا سيارتك معجزة صراحة أنها عاشت معك 10 سنين ما حطيت عليها ريال. أنا خبر 2-3 سنين يلا دينامو، يلا مدري إيش، يلا راديتر، يلا غير، يلا ركب، يلا حط، وهذا عيب الكوابرس واللومينات لأنها خلاص ما عاد هي كابرس الأصلي، ما عاد هي الصابونة القديمة اللي تحط لها قطعة وتعيش معك 20 سنة، لا هذه كابرس أسترالي من شركة هوليدن الظاهري اللي تنتجها لشركة شفرليت، طبعا هم جنرال موتورز شارية هوليدن وقاعدة تصمم لها السيارة هذه. وللأمانة لو دخلت النت وبحثت عن السيارة هذه بتلقون كثير من الشركات منزلة، لدرجة إن دايو الكورية موجودة السيارة عندهم هذه، والظاهر إنها تجميع كوري، بس طبعا تجي بالدايو تجي فئه عاليه جدا، تجي من السيارات الفاخره. طبعا برضو دايو يعني اللي بيسال ترى دايو برضو تابع شركه جنرال موتورز اللي قاعده تصمم لكم الان السيارات الكوريه اللي هي كروز وسونيك، وسابقا كانت اوبترا، وعندكم الاوفيو، عندكم كثير من السيارات الاوفيكا برضو، اوبيكا عفوا، هذه برضو كلها تابعة لشركة دايو سابقا، واللي استخدموها يعرفون ان هذه السيارات كانت تجي قطع غيارها مسجل عليها شعار دايو، لكن شركة شفرليت اشترت الدايو بعد ما سوت يعني بعد ما صار على الشركة ازمات مالية وشرتها وصارت تابعة لها وتصنع لهم سيارات، صارت اوكي نوعا ما، صارت دايو مرغوبة في الدول الثانية. يعني لو تروحون عند اخوان اللي في الاردن او في سوريا او في مصر
الشفرليت ينزل منها نوعين، نوع دايو ونوع شفرليت. للأمانة شفتها برضو، أذكر شفتها في الأردن، الأوبترا كانت تيجي دايو وتيجي شفرليت. الظهر الدايو هي الفئة الأقل يعني السعر الأرخص شوي، الشفرليت تيجي أغلى شوي، زي مثلا زي ما نقول تاهو سوبربان أو تاهو، عفوا تاهو يوكن. التاهو أرخص شوي، اليوكن أغلى شوي، مع أنهم نفس السيارة نفس كل شيء. أدري طولت عليكم بالمقطع أخوان الكرام، ترى له الله بنصحكم نصيحة، في موقع اسمه موقع سيارة موجود رابطه تحت، تقدر تشترك في الموقع تنزل سيارتك بدون أي عمولة، موقع جديد له سنة تقريبا، موقع ممتاز الله يجزاهم خير، هم اللي ضبطوا لي صفحتي في الموقع، الويب سايت حقي موقع عماد الدين، هم اللي صمموه، هم اللي صمموا لي التطبيق هم اللي صمموا لي التطبيق معرض عماد الدين على اندرويد وعلى ابل، هم اللي صمموا لي موقع ممتاز جدا، موجود الموقع تحت. ولا تنسون تحملون تطبيق ابل اللي انتظره من زمان، موجود تحت عندكم في الروابط، للتواصل معنا موجود برضه تحت في الروابط. طولت عليكم حيل اخوان الكرام، اعتذر عني تاخرت كثير عليكم، اخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات، والسلام عليكم.